أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، ما قولكم بارك الله فيكم في من يقوم بتحويل العملة، بمعنى أنه يستلم مبلغ من الريالات هنا ثم يقوم بتسليمها لمندوبهم في السودان بما يعادلها بالجنيه السوداني هناك، وهل يجوز لأحد من الناس أن يجعل هذا العمل مهنة للرزق للاسترزاق، وهل يشترط التقابض باليد في مثل هذه التحويلات؟ نعم، يشترط التقابض بالمجلس، لأن هذا صرف عملة بعملة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقابض، فإذا باع نقدا بنقد هو ما يسمى بالصرف أو استبدله، فلا بد من التقابض في المجلس، وإلا فإن هذا يكون من ربا النسيئة. وما يعمله الناس الآن مشكل، لكن المخرج من ذلك أن يشتري العملة التي يريد إرسالها إلى أهله، يشتريها من هنا ثم يرسلها بواسطة المصارف أو البنوك، يرسلها محمولة إلى تلك البلاد لتسلم إلى من أرسلت إليه، ويحصل التقابض في هذا البلد، وترسل هذه العملة بنفسها إلى البلد الآخر كأمانة، ثم تسلم إلى من أرسلت إليه. نعم.